استحي المكان حيث انهيار عمارة حاولنا الوصول الى المكان اللي سيتم انقاذ 10 ضحايا اليوم الاحلى ولله الحمد هم احياء. قلت بان العمارة اللي انهارت قبل ساعة من الان هي متواجدة بشارع ادريس الحارسي المعروف بشارع الشجر وفق مقهى لينا. اول ضحايا عفوا ثالث ضحية من الضحايا العشر الذين اللي سكوا. خويا كنت تسمعي المكان انت في لحظة انهيار الامارة؟ عطينا شويه شي تصريح الا كنت شفت في لحظه انهيار العماره موقع على بريس. الصديق ديالي انا واقف باش نعطيه واحد 100 درهم شي شويه كان ولا اخر باقي في القهوه راه باقي ما بانش دابا الان واحد الصديق ديالنا باقي ما بانش. الصديق ديالي كان في القهوه. الصديق ديالي كان في القهوه مريح كاين المقابله ديال الوداد. جيت فرنسا المقابله ديال الوداد. هذا المواطن كيقول بان كانت مقابله ديال الوداد في مقهى لينا هو صديق ديالو كان متواجد بالمقهى. عيط لي باش نعطيه 100 درهم. عيط لك باش تعطيه 100 درهم. 100 درهم. سير شنو ما عيط لك؟ عيط لي الصديق ديالي 100 درهم. انا عاد قدام القهوه خرج باش ياخذ الاخر بقى في الكرسي الله يرحمه. مات باقي فينا هو مش بدناه. مش شفنا ما بانش كاع من الصباح حنا كنت انت واش شفتو ولا ما شفتوش؟ لا اشنا خلينا في القهوه من دوز كطيح شي 30 متر باش هذا كما كتشوفوا هذا المواطن هو كان شاهد على الحادث ديال انهيار الاماره والذي حاول يوصف بخلاصه شنو وقع اللحظه اللي كان فيها متواجد لانه قال لك كان جايب 100 درهم للصديق ديالو وكان حتى الترويد كان فيه ناس الترويد وكان واحد صاحب عسلان واحد موثق حتى هو كانوا عنده شي ناس اخذته في الباب من هنا كاينين الناس جايين باش يهربوا من تما راه باقي في عين الباكين تما كاينين الناس كانوا جايين هرباني في الدوش. هذا المواطن كيقول بانه كانوا شي ناس عند عياده ديال الترويد الطبي وعياده الاسنان وموثق يعني كانت مع هذه العماره متواجد بها مكاسب ومتواجد بها سكان وكانوا البنايه الفوق وكانوا بنايه الفوق كيبنيو كانوا ناس كيبنيو تما كيفاش طاح فيا قال لك السبب الرئيسي ودائما هو نفس السبب هو اللي كان في بورغون هو اللي كيتكرر في حي سباسه باعتبار ان السلطات سمحت ببناء الطابق الرابع واللي هو ممنوع سرد الميدان في هذا المكان وانتم كتشوفوا الكارثه ديال السلطات للاسف بانها تتعمل العود ها هو العود اللي تتضح الصوره لكل الزوار ولكل المتتبعين انتم كتشوفوا بان السبب الرئيسي هو البناء ديال الطابق الرابع كيفاش ان عماره تبنات في القرن 14 والقرن ما قبل الميلاد وانتم كتشوفوا هذه الكارثه لا حول ولا قوه الا بالله شوف فيه راه هو البني فيه راه ولكن حنا شو ديال الصح ها هما هما كاينين كانوا الناس كيبنيو الفوق ها هو المواطن قال بانه كانوا كيبنيو الطابق الرابع هو السبب الرئيسي طبعا لهذه الكارثه هذه. شوف السما خضراء راهي شوفوا كتشوفوا العلامه ديال السما راه فيها في الطابق الرابع راه فيها في الطابق الرابع لانه كانوا كيبنيو الطابق الرابع واللي هو ممنوع منع كليا في هذا المكان للاسف الشديد. رجال الوقايه المدنيه يقومون بمجهود كبير لانقاذ الضحايا وتحيه عاليه لرجال السلطات مع جميع التلاوين ديال السلطات دائما متواجده. عشرة ديال المواطنين اللي هم الان تم الانقاذ ديالهم وتم استعمال الاكسجين لانقاذهم. هذه العماره شاهد عيان كان حاضر للحدث وناجى باعجوبه قال بان كان فيها يعني مسحه ديال الترويد
وكان موثق مكتب ديال موثق وعيادة ديال الأسنان طب الأسنان جوج ديال الضحايا اللي تم الإنقاذ ديالهم وعشرة اللي يحاولون يعني هم أحياء يتنفسون رجال الوقاية المدنية كيديروا المجهودات باش يتم الإخراج ديالهم. هانتوما كتشوفوا الآن عملية الحفر. المكان هو حي سباسة الزروكات المرخب بالزروكات بالدار البيضاء. المواطنون يحاولون مساعدة رجال الوقاية المدنية مما يعكر عملية إنقاذ الضحايا. السبب الرئيسي دائما اللي كان في بورغون هو نفسه اللي كاين اليوم هو السماح ببناء طابق فوق عمارة بنات في مارس 1900. ها الدالة وقع الخوة المواطن هانتي ما كتشوفو كيقول لك بان الدالة قال لك الدالة بان وقف على الخوة السلطة حاضرة بجميع سلوينها رجال السلطة رجال الوقاية المدنية رجال القوة المساعدة. عشرة ديال الضحايا عفوا خمسة باقيين تحيين خمسة حيين خمسة اللي باقيين تخدموا الناس سمح لي واش شفتهم؟ سمع باش اللي باقيين الداخل اللي كانوا كيتفرجوا بالكورة ولا شي هذوك اللي باقيين تحت بلا ما نهضروا عليهم هذوك اللي باقيين الناس اللي تحت كنشكر السلطات المحلية الله ينصر سيدنا ولا شحال باقي الداخل؟ السبب اللي ممكن هو السبب شنو باش تطلب منا مغادرة ديال المكان لأنه غادي نحاولوا النزول من فوق ديال العمارة أو عفوا الأجزاء المتبقية من العمارة. شكرا للشباب. ها هو هذه يعني علامات ديال البناء. السبب الرئيسي هو السماح ببناء طابق رابع او خامس. الطابق الخامس اللي كان كيتبنى لا الطابق اللي كان كيتبنى الرابع. انت كنتي في اللحظه اللي وقعت الحادثه كان كيتبنى دائما وابدا نفس المشكل. كما قلت زوار موقع با بريس بان الكارثه ان كانوا الناس كيتفرجوا الماتش ديال الوداد كان الماتش ديال الوداد مع السته كما كيقول شاهد عيان وكانت المقهى مملوءه على اخرها وكانوا بعد المرضى اللي كيعالجوا الاسنان ديالهم لانه العمارة كيتواجد فيها مصحة ديال عيادة الأسنان. باطمة هاد الشمس هذا فوق منا طابق أخر. أي خلات داكشي يعود. وكانت مصحة ديال التصويت ياك. كانت موثقة. سمارة ولا لينا؟ سمارة. إذا السبب الرئيسي هو السماح بناء الطابق الرابع. هذا هو المشكل دائما ضحايا عبرية. واش هاد الناس اللي كيعطيو الترخيص باش يبنيو الطابق الرابع ما كيجيوش يستعملوا الالات الحديثه باش يشوفوا هاد العماره واش فيها عميده واش ما فيهاش مشكلة. اذا كما حكى مجموعه من الشهود عيان بان السبب الرئيسي هو بناء الطابق الرابع والكارثه
حتى الكارثة أن مجموعة من عشاق الوداد كانوا كيتابعوا مقابلة ديال الوداد في المقهى ديال سمر المتواجدة بشارع إدريس الحارسي الملقب بشارع الشجا المعروف بشارع الشجا بحي سباسة 04. زوار موقع بفريس 10 ديال الضحايا هم احياء تم تزويدهم بالاكسجين وهم يتم انقاذهم من طرف الرجال الوقايه المدنيه تعرفون بان معنا شاهد عيان شاهد عيان الذي يحاول يقول لنا شنو وقع بالضبط. ما باقي الخمسة خمسين نفوس فين خمسين نفوس هو كيقول لنا كاين خمسة ديال النفوس ما جبدوهمش. الوقاية المدنية كتقوم بمجهودات جبارة مساعدة ديال بعض المواطنين. مشكلة هذه مشكلة لا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة أن يخرج الضحايا وخصوصا أن القهوة المكهة كانت ممنوعة باعتبار أن الوقت اللي وقعت فيه الحادثة كانت مقابلة ديال فريق الوداد البيضاوي فريق الوداد المقابلة ديال فريق الوداد البيضاوي اللي كانت منقولة في هذا المكهة سمر مقابلة لكن الجمهور لا اليوم مع الستة زوار موقع ببريس دائما نتواجد بأي مكان لنقل الوقائع انهيار عمارة وقلت بأن السبب الرئيسي هو السماح بالطبق الرابع كما أكد شهود عيان بأن كيف يوقع أن عمارة تبنت في كاين علامات ديال البناء موجوده في العماره المجاوره غادي تشوفوا الباب الرئيسي معنا الان ديال العماره لانه هو الوحيد ولو حد اللي باقي مازال ما نهارش الباب واللي فيه الترويد ديال الطبي وفيه موسيقى انت بقى تشوفوا الباب الرئيسي ديال العماره الان كنتواجدوا الباب الرئيسي هو ديال هذا هو الباب ديال العماره اللي نهارت بالكامل في موسيقى ما غاديش نشوفوا نحاولوا نتجنبوا الاسماء وفيه طبيبه جراحه للاسنان وفيه عياده ديال الترويد الطبي بالاضافه الى مكهى كانت ممنوعه على اخرها على اعتبار ان مقابله كانت منقوله لفريق الوداد البيضاوي لحظه وقوع هذا الحادث وهذه الفاجعه والتي تحمل يعني اللي عطاو التشخيص كيتحملوا كامل المسؤوليه ديالهم ودائما صعوبه باش ننقلوا لكم لان بقايا ما كيخليوناش تحركوه بشكل ما كيخليوناش الاف ديال المواطنين متواجدين سيارات ديال الاسعاف سلطات جميع تناولها متواجده محاوله الابعاد ديال شوف بالنسبه اللي نساقوا اذكركم بالحادث هو العيار ديال العماره نهارت بكاملها
الأرض، وهي مكونة من طابة من أربع طوابق، وأن صاحب العمارة زاد بلا الطابق الخامس، وهذا هو السبب الكارثي. السبب الرئيسي ديال انهيار العمارة للأسف الشديد. شهود عيان كيقول بأن المقهى كان مملوء على آخره، شاهد عيان بيبا بريس، المقهى كان مملوء على آخره باعتبار أن هذه العمارة كتواجد فوق مقهى. شارع الشجر المعروف بشارع الشجر هو شارع إدريس الحارسي، الآن كيتواجد شخصيا القائد اليعقوبي ديال، هذا هو قائد جنرال، قائد ديال القوات، الوقاية المدنية، جنرال اليعقوبي كيتواجد حاليا، جنرال اليعقوبي وهو القائد ديال القوات ديال الوقاية المدنية. دائما رجال الإعلام يشتغلون في ظروف صعبة للغاية. حنا كنتواجدوا دائما كما قلت بشارع سباسة، بشارع سباسة. شارع سباسة، شارع إدريس الحارسي المعروف بشارع الشجر، كارثة. نسأل الله أن يخرج الضحايا ناجين. تم تزويدهم بالأكسجين بعد الضحايا اللي هما كيتنفسوا الآن، كيتنفسوا الآن. وكما قلت متواجدين رجال الوقاية المدنية يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه استحسارا قاد. أكيد هذا الحادث اللي كيتواجد بالقرب من شارع محمد السادس، واللي أكيد أنه سيقطع إجازته لمعاينة رعاية. أقول بأن السبب الرئيسي لسقوط الإمارة هو دعيته نجاة، نجاة أحد الضحايا. لا كتشوفوا أحد الضحايا كينجو أحد الضحايا في هذا المكان، في هذا المكان هو خرج سالم، لا غانم، هو خرج سالم، لا خرج سالم، أحد الضحايا خرج الآن، أحد الضحايا ولله الحمد هو حي يرزق كما تشاهدون، حي يرزق فقط، هو حي يرزق. ثاني الضحية يتم إخراجه، ثاني الضحية نتمنى له الشفاء، هو الآن في حالة يعني أنتم كتشوفوا أجوبة صعب صعب، يعني أن الوصول وتفه، وحتى لأن العائلة ديالو باش ما تخلاش غادي نتفاداو التصوير ديالو، غادي نتفاداو التصوير ديالو. هو ثاني الضحية كينجو من هاد الحادث المشاوي والفاجعة اللي قلت وقعت قبل ساعة بالعشر دقائق. ثاني الضحية ياتي يخرج ناجي. السبب الرئيسي كما قلت، كما قلت السبب الرئيسي ديال سقوط العمارة هو سمح لهم ببناء الطابق الرابع. انتما كتشوفوا العمارات المجاورة كلها فيها ثلاثة طوابق بالإضافة للطابق السفلي. هذه العمارة تم السماح ببناء الطابق الرابع، وأن العمال هو معنى واحد الشاهد عيان غادي يحاول يتحدث المرارة. الله أكبر، الله أكبر. أنت كنت في أي مكان؟ إيه. شلون ماشي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا بعد الشهود ايام كيقولوا بان السبب الرئيسي هو السماح ببناء الطبق الرابع. داكشي اللي كاين قالوا
كنت انا حدا سوقوا الحادثه؟ لا ما كنتش. شكرا شكرا. بناء العشوائي كاين ما بقاش. غنشوفوا واحد المواطن سرخص مواطن لان السبب الرئيسي كما قال مجموعه من شهود عيان هو السماح بالبناء الطابق الرابع اللي ممنوع اصلا، ولان العمارات دائما دائما نفس المشكل. قبل سنتين في حي بورغون بالدار البيضاء ونفس السبب يتكرر الان، ولكن هذه المره الضحايا سيفوق لا قدر الله. كنت لحظه شوفوا وقوع الحادث، كنا في هذيك اللحظه ولكن الاخوان كلهم هربوا خرجوا من القهوه اللي تمت جايه هذيك نقول لك صحيقه غريبه. انت كنت في القهوه؟ خارج من القهوه. انت كنت في القهوه؟ شحال العدد ديال اللي كان في القهوه؟ كانوا شي 40 هكاك شي 30، ولكن كاين اللي هرب كاين اللي حصل كاين اللي كله. ولكن تقدر واحد دكتوره كاينه هي اللي واحده يمكن تعيش تقدر تموت هي اللي كنا، ولكن كانوا معها حتى مجموعه من المرضى ديال الاطباء ديال الاطباء والدراري اللي كاينين واحد الشباب مرضى هما اللي كاينين تما. يمكن واش عايشين ولا ميتين؟ بالمقهى سمر، مقهى سميتها مقهى سمر، هو كان كيتواجد بمقهى سمر بالضبط ب جميله ثلاثه بحي سباسه، واللي كيقول بانه كانوا في القهوه ما بيهم ما عليهم. انت يا اخي اسمع كيفاش انت سمعتي؟ بحال شي رعب. انت ما منوشيش بان العمار انا عماره غادا شي تسع عادي ولا شحال تما ان كل شيء جاي. شحال بان لك انت السلك ديال بنادم اللي في القهوه؟ اللي في القهوه اللي في القهوه السلك شي 20 او 30 او مهم كله في نهر. شي مقابله ذكرني لك شي مقابله اللي كانت مقوله الوداد العام كانت مصري الحرب مصري الحربيه. اذا هذا شاهد عيان كان كيتواجد بالمقهى اللي اللي عرفت هذا الانهيار ديال العماره اللي فيها هذا المقهى. هو قال بانه كان ما بين 40 تقريبا ما يقارب 40 شخص كيتفرجوا المقابله ديال الوداد مع مع الحربي المصري. الى ان وقع ما وقع قال لك بحال شي صاعقه نزلت عليهم. وهو على سلامتك بعدا. الله يسلمك. الحمد لله على الله. كنت بالك عمر جديد. زوار موقع فبراكس احنا كنتواجدوا دائما بحي جميله ثلاثه سباته شارع الشجر المسمى شارع الدريس الحاجزي. شهود عيان حضروا وكانوا في المقابله اللي كانت مقوله بين فريق الوداد البيضاوي والحرب المصريه في مقهى سمر. الى ان اتت الصاعقه السبب الرئيسي قلت بانه كما اكد شهود عيان لموقع بابريس هو البناء ديال الطابق الرابع اللي هو انتم كتشوفوا العمارات اللي هي مجاوره للحادث. هذه العماره هي ثلاثه طوابق كلهم ثلاثه طوابق. هذا بغى يزيد الطابق الرابع. شكون عطاه الرخصه لبناء الطابق الرابع؟ علامه استفهام واستفهام واستفهام. الان استعمال حدث الات حديثه ومتطوره من طرف رجال الوقايه المدنيه